وعلى إثر هذا الحادث نقلت كاميرا النهار إلى موقع الحادث ورصدت انطباعات السكان. التفاصيل في ميكروفون توفيق الأمير ضيف الله. راحت التريسيتي، انا قلت عادي ولفناها كي تكلاطي نسمع في الحس، جيت خارج صبتها راحت التريسيتي قالوا الكابل طاحوا فوق السور ما تخافوش. ومن بعد رحنا للسلطات وخبرناهم وولينا خرجنا للدراري، خرجناه على برا وقلنا بالك تكلاطي واحد ال 20 مينوت وزاد تكلاطات. عمري ما شفت انا تقول البروجيكتور من الجوليفي تشوف النمله تبان. الساعه 12 نتاع الليل عندنا قاع هاربين من الديار، كل واحد كيفاش، عاد واحد طايح واحد نايض وهم قاع مرميين لهيه برا. هذه عشنا حقيقه من قبيلات جهنم، ما احنا نطالب باقرب الاجل بزك هنا فوقنا راح لهم، وكي رحنا لهم قال لك هذو ما لا هذو ما راح لهم بعد انتم، ورا انتم راح لقريقوري خلانا